مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بقناة منتزو. أنا زميلتكم خديجة فيصل، اليوم رح كمل بشرح مادة الهيماتولوجي. اليوم رح ناخد الهيموبايوسيس، شابتر الهيموبايوسيس اللي هو بيحكي لي عن عملية تشكل خلايا الدم كاملة، كيف بتتشكل، شو المكونات اللي بتدخل بعملية تكون الدم، وشو الأماكن اللي بيتشكل فيها الدم. رح نتعرف كمان عن الأنيميا شوي ونعرف خصائصها وكيف بتصير عند الإنسان. طيب خلينا نبلش. الهيموبايوسيس اللي هي البلد سيل فورميشن، عملية تكون خلايا الدم كاملة اسمها هيموبايوسيس. أما عملية تكون الريد سيلز اسمها إريثروبايوسيس. عملية تكون الجرانيولوسايت اللي هم النيوتروفيل أيوزينوفيل والبيزوفيل مع المونوسايت اسمها ميلوبايوسيس، وعملية تكون البليتلتس اسمها ترومبوبايوسيس. هلا السايت اوف هيموبايسيس، شو المكان اللي بيتكون فيه او بيصير فيه هاي العمليه الهيموبايسيس. ان ادلت لايف هيموبايوتيك مارو از كونفايند تو ذا سنترال سكيليتون والبروكسيمال اندز اوف ذا فيموراي اند هيموراي. خلينا نشوف الجدول هذا. هذا الجدول اللي هم لما حكى لي انه بالادلت السنترال سكيليتون بيقصد فيها اللي هم الفيرتبري، الريبس، الستيرنوم، السكال ساكرام والبلفس والبروكسيمال اندز اوف ذا فيموراي. اما بالمرحله الجنينيه اللي هي الفيتوس، أول شهرين من الحمل بيتكون الدم باليوكساك، من الشهر الثاني للشهر السابع ببلش يتكون بالليفر والسبلين، بس مع ذلك بالبون مارو بيبلش تكون العملية، بيبلش تكون الدم بالبون مارو بيبلش من الشهر الخامس للشهر التاسع. يعني من الشهر الخامس للسابع بيكون بمكانين، بالمرحلة الجنينية اللي هم بالليفر والسبلين والبون مارو. انفانت اللي هم بالأطفال أو إنه أول ما ينولد الطفل خلاص بيكون بشكل رئيسي بالبون مارو. طيب كمان في عملية اسمها الإكستراميدولاري هيموبايسيس. هاي إكستراميدولاري من اسمها، إكستراميدولاري معناته خارج البون مارو. طيب إمتى بتصير هاي الإكستراميدولاري؟ شفنا حالة منها اللي هو هون بالجدول، اللي هي المرحلة الجنينية باليوكساك بالليفر بالسبلين. كمان في حالات البون مارو ديزيز، هاي هون in many diseases there is also expansion of hemobiosis down the long bones، اللي هم أحيانا بالبون مارو بصير فيه أمراض أو بيكون ضعيف ما بيقدر يكون الخلايا الدم، أو بصير فيه سرطانات لا سمح الله، فبصير عملية تكون الدم بتتحول للليفر والسبلين. الليفر والسبلين بصير هم يكونوا الدم، يعني كأنه بتصير عملية تكون الدم بالمرحلة الجنينية. هلا هذا المخطط بهمنا نعرف انه كيف بلشت خلايا الدم تتكون، شو هم البروجينيتور سيلز لخلايا الدم كامله اللي هم الخلايا الاسلاف او الخلايا السابقه للريد سيلز للوايت بي سيز وللبليتلتس. طيب قبل ما نبلش بنعرف كيف بالضبط بيتكون الدم، خلينا نحكي شوي عن الستم سيلز اللي بتكون بالمرحله الجنينيه. خليني احكي لكم شوي عن الستيم سيلز اللي بيكون بالمرحله الجنينيه، اللي هم اسمهم التوتيبوتنت، بيكونوا قبل هاي البلوريبوتنت. في شيء عندي اسمه التوتيبوتنت. هاي التوتيبوتنت بتكون بالمرحله الجنينيه، لا تنتبهوا على الخط. التوتيبوتنت بتكون بالمرحله الجنينيه، بتختفي بعد المرحله الجنينيه، بيكونوا بالاغشيه المحيطه بالجنين وبالمشيمه. هاي الخلايا الستيم سيلز هاي اللي اسمها توتيبوتنت بتكون عديمه التخصص، لسه ما تخصصت يعني لسه ما عرفت شو هي بالضبط او شو وظيفتها بالضبط بالجسم. هاي التوتيبوتنت بترجع بتعطيني خلايا اسمها البلوريبوتنت ستيم سيلز. البلوريبوتنت ستيم سيلز بتكون أكثر تخصص من التوتيبوتنت، ومن عندها ببلش تكون الدم أو التصنيع الدم يبلش من عند البلوريبوتنت. فهاي البلوريبوتنت رح تعطيني خلايا تانية اسمها المالتيبوتنت، اسمها تحت هاي المالتيبوتنت. هاي المالتيبوتنت بتكون أكثر تخصص، بتكون متخصصة من الأكثر من البلوريبوتنت، بتكون موجودة طبعا بالبون مارو ومتخصصة كمان نفس الشيء لتكون الدم. طبعا البلوريبوتنت هدول الموجودين بالبون مارو هم اللي بيكونوا مسؤولين عن عملية تكون الدم. فهي المالتيبوتنت رح تعطيني شيء اسمه المايلويد بروجينيتور سيلز، رح تعطيني شيء اسمه الليمفويد بروجينيتور
بروجينيتر سيلز. هاي المايلويد بروجينيتر سيلز هي اللي مسؤولة عن تكون الريد سيلز، عن البليتلتس، عن المونوسايت، عن النيوتروفيل وعن الإيوزينوفيل وعن البيزوفيل. فهاي الملتيبوتنت اللي اسمها مايلويد هي نفسها ملتيبوتنت بتكون بعد انقسامات بتعطيني شيء اسمه البيرست فورمينج يونت إريثرويد، اللي هي رح تعطيني كولوني فورمينج يونت إريثرويد، وبالأخير بعد تمايز وانقسامات ونضوج رح تعطيني الريد سيلز. طيب كمان نفس المايلويد رح يصير لها انقسامات، ورح تصير عندي رح يصير في شيء عندي اسمه كولوني فورمينج يونت ميجاكاريوسايت بروجينيتر. هاد بالأخير رح يطلع منه البليتلتس، اللي هو حكينا البليتلتس هي بتتكون هي فراغمنتس من السيتوبلازم تبع الميجاكاريوسايت، هذا الحكي حكيناه بالشابتر الأول. طيب كمان المايلويد رح يصير لها انقسامات، ورح تصير في شيء عندي كولوني فورمينج يونت جرانيولوسايت مونوسايت يوزينوفيل. رح هلأ هذا السهم للنيوتروفيل والمونوسايت، وهذا يعني في خط انقسام للإيوزينوفيل لحالها، وفي خط انقسام للنيوتروفيل والمونوسايت هذول مع بعض، وفي خط انقسام أو تمايز للبيزوفيل كمان لحالها غير عن الإيوزينوفيل. طيب خلينا نشوف النوع الثاني من الملتيبوتنت اللي هو الليمفويد. من اسمها ليمفويد معناته رح تنقسم، رح تعطيني البي والتي ليمفوسايت، كمان رح تعطيني شيء اسمه الناتشورال كيلر سيل. هاي الناتشورال كيلر سيل هي من الخلايا المناعية اللي بتظهر أو بيعطينا إياها جهاز المناعة في حال الخلايا انصابت بفيروسات أو بتهاجم الخلايا الورمية اللي هي الخلايا السرطانية. طيب هلأ هون هذا المثلث الصغير بيحكي لي إنه هو سيلف رينيول، معناته هي الستيم سيلز اللي هم بيكونوا البلوريبوتنت أو التوتيبوتنت. بعدين هاي بصير لها انقسامات بتعطيني الملتيبليكيشن اللي هو هون بصير الخلايا هون بتصير أكثر تخصص، بعدين ترجع تتمايز بصير العملية اسمها ديفرنشيشن، وبعدين ماتوريشن لتعطيني الريد سيلز والوايت بي سيز والبليتلتس. نفس الحكي هون عند الملتيبليكيشن اللي هو ملتيبوتنت، هنا differentiation لتعطيني بعدين الأخير mature cells. هلأ خلينا نعرف كيف رح يشتغل نخاع العظم وكيف رح يكون قادر ليكون الدم. في شيء اسمه الستروميل سيلز، هاي الستروميل سيلز هي كونكتيف تيشو. طيب هي شو اسمها بالعربي؟ خلايا داعمه. طيب خلايا داعمه لشو؟ هاي الستروميل سيلز هي خلايا داعمه لاي فانكشنال سيلز موجودة بعضو الإنسان. يعني مثلا عندي الكدني، شو الفانكشنال سيلز بالكدني؟ اللي هم النفرون. فهاي الستروميل سيلز هي اللي بتدعم النفرون. طيب النفرون هاي ما هي فانكشنال سيلز، شو كمان اسمها؟ اسمها بارينكيمال سيلز. يعني فانكشنال سيلز بارينكيمال سيلز اللي هم الخلايا أو الخلايا الوظيفية بأي عضو بجسم الإنسان، مثل حكينا مثل النفرون أو مثل الهيباتوسايت اللي هم الخلايا الفانكشنال اللي موجودين بالليفر. تمام؟ يعني الستروميل سيلز هي خلايا داعمة للفانكشنال سيلز اللي هم نفسهم اسمهم بارينكيمال سيلز. طيب من وين اجت هاي الستروميل سيلز؟ هاي الستروميل سيلز اجت من خلايا اسمها مازينكيمال ستيم سيلز او مالتي بوتنت مازينكيمال ستروميل سيلز او ادهيرنت ستروميل سيلز. هدول ثلاث اسماء، مازينكيمال ستيم سيلز، مالتي بوتنت مازينكيمال ستروميل سيلز، ادهيرنت ستروميل سيلز، هم الخلايا اللي كونوا لي او انشأوا لي الستروميل سيلز. يعني هدول هم الستيم سيلز تبعين الستروميل سيلز، والستروميل سيلز هاي هي اللي بتدعم البارينكيمال سيلز. وحكينا مثل شو؟ مثل النفرون اللي موجود بالكدني، فالنفرون هو بيكون البارينكيمال سيلز، والستروميل سيلز هي اللي بتدعم النفرون. In the bone marrow, the stromal cells include
شو هم هدول الستروميل سيلز اللي موجودين بالبون مارو؟ عندنا الأديبوسايت اللي هم الخلايا الدهنية، الفايبروبلاست اللي هي الخلايا المنتجة للألياف، والأوستيوبلاست اللي هي الخلايا المنتجة للعظم، الإندوثيليا اللي هو الغشاء، الإندوثيليال سيلز اللي هو الغشاء المبطن للأوعية الدموية اللي هم البلاد فيزلز، والماكروفاجز اللي هي خلايا البلعمة. These cells can produce glycoproteins أو هرمون. طب هاي الخلايا اللي حكينا عنها stromal cells كيف بتدعم البون مارو؟ بتعطي هاي الخلايا، هي بتنتج glycoprotein، بروتينات سكرية أو هرمونات بتكون كأنها growth factors اللي هي عوامل نمو بتحفز الستم سيلز اللي هم نفسهم من الستم سيلز اللي موجودين بالبون مارو على الانقسام ليعطوني خلايا الدم اللي هم المالتي بوتانت البلوري بوتانت اللي حكيناهم بالمخطط اللي قبل هذا الشيء. طيب هون بيحكي لي عن الادهيجن مولكيول، عن الجروث فاكتور، يعني هاي الخلية الستم سيلز اللي موجودة بالبون مارو، هون الخلايا الداعمة اللي هي موجودة بالبون مارو اللي بتدعم الستم سيلز مشان يصير لها ديفيجن انقسامات لتعطيني اخر شيء خلايا الدم، يعني هاي الاندوثيليا اللي حكينا اللي هي بتبطن الفيزلز، الماكروفيرجز، الفايبروبلاست، كمان هي بتعطي growth factors، الفات سيلز اللي هم نفسهم الأديبوسايت والإكسترا سيلولار ماتريكس، هدول كلهم بيدعموا الستم سيلز بيعطوها growth factors مشان تقدر انها تنقسم تعطيني خلايا الدم. هم يعني بيدعموا الفانكشنال سيلز اللي بالبون مارو. شو الفانكشنال سيلز اللي بالبون مارو؟ اسمها الستم سيلز نفسها البلوريبوتنت والمالتيبوتنت. The growth factor may cause cells proliferation. فهاي اللي growth factor العوامل، هاي عوامل النمو بتأثر على cells مشان تعملها مثلا proliferation اللي هو مشان تزيد عددها، تعملها differentiation مشان تتميز وتتخصص كل خلية شو تصير، مثل المونوسايت مشان مثلا المونوسايت والنيوتروفيل، prevent apoptosis بتمنع موت الخلايا، affect the functional of mature cells اللي هي بتأثر على الخلايا الناضجة بعد ما تنضج، يعني الخلية وتصير ماتور، فهاي الجروث فاكتورز بتأثر على الخلايا الناضجة مشان تأدي وظيفتها بالشكل الصحيح. هون حكينا عن الماتوريشن، يمكن ما حكينا الماتوريشن بتأثر على الجروث فاكتورز، بتأثر على عملية الماتوريشن مشان توصل الخلية للماتور سيل، للشيء النهائي لإلها مشان تكون قادرة إنها تأدي وظيفتها. طيب هون بهذا الجدول بيحكي لي شو هم الجروث فاكتورز اللي بيدخلوا بعملية الهيموبايوسيس، بيأثروا على السترومال سيلز، على البلوريبوتنت، على المالتيبوتنت، شو كمان، وبيأثروا على البروجينيتر سيلز اللي هم الخلايا ما قبل خلايا الدم الحمراء الناضجة. بالسترومال سيلز في أمثلة، مثلا الانترلوكين 1 هاد جروث فاكتور بيأثر على السترومال سيلز، بالبلوريبوتنت هدول، بالمالتيبوتنت عندنا الانترلوكين 3. هلأ شو هو الانترلوكين 3؟ كمان كنت تعرفوا شغلة انه اغلب، شوفوا مثل مشايفين انترلوكين 1 3 6، هم اهم شيء نعرفهم يعني تقريبا حاليا بهي المادة. الانترلوكين هدول سايتوكاينز، هم نفسهم اسمهم عوامل مساعدة، فهاي الانترلوكين هم مواد كيميائية محفزة اللي هم نفسهم حكينا السيتوكينز. فكل انترلوكين له رقم محدد، أو كل انترلوكين مخصص لخلايا بيأثروا عليها مشان يساعد هاي الخلية على البروليفريشن الديفرنشيشن الماتوريشن. واغلب السيتوكاينز او الانترلوكين هاي بتنتج من الماكروفاجز، لانه الماكروفاجز هي من الخلايا الداعمه. طيب كمان عندنا هرمون الاريثروبيوتين اللي هو بياثر على التكون الار بي سيز، او بيحفز تكون الار بي سيز بالبون مارو. هذا الاريثروبيوتين بينتج من الكدني، 90% من الكدني و10% ينتج من الليفر. وعندنا كمان الثرومبوبيوتين، هذا هرمون تاني بياثر او بيحفز تكون البليتلتس. اريثروبيوسيز اند جنرال اسبيكتس اوف انيميا، خلينا نحكي كيف بيتكون الاريثروبيوسيس بالضبط، كيف بيصير في عندي ار بي سيز ماتشور ار بي سيز، ونحكي شوي عن الانيميا.
هلا we each make approximately 10 to power 12 new erythrocyte each day. يعني بجسمنا باليوم بكون 10 أس 12 خلية دم حمراء باليوم، واسم حكينا اسم تكون الدم erythropoiesis أو خلايا الدم الحمراء erythropoiesis. طب كيف بتبلش هاي erythropoiesis؟ بتبلش من عند colony forming unit granulocyte erythroid monocyte megakaryocyte اللي هي نفسها هاي myeloid progenitor cell. هاي المايلويد بروجينيتور سيل بيصير لها ديفيجن تتحول لبيرست فورمينج يونت اريثرويد سيلز، كمان بيصير لها انقسامات تتحول لكولوني فورمينج يونت اريثرويد. هاي الكولوني فورمينج يونت تتحول او بتصير لها انقسامات، فبصير عندي فيرست بريكيرسرز للاريثروسايت اسمها البرو نورموبلاست، وهاي هي اول خليه اوليه. هاي شو خصائصها؟ هي بتكون large cell خلية كبيرة with dark blue cytoplasm، بيكون السيتوبلازم كتير غامق، بيكون كمان الكروماتين كوندنس بيكون بهاي المرحلة، وكمان البرو نورمال بلاست بيكون فيها النيوكلياس معناته فيها الدي ان ايه. بيرجع بصير لها انقسامات تتحول للإيرلي نورموبلاست، هاي المرحلة أو هاي الخلية بيكون بيلر بلو سايتوبلازم، سايتوبلازم بيفتح شوي، ببلش عملية تصنيع الهيموغلوبين بهاي المرحلة، كمان الكروماتين بصير مور كوندنس. طيب بيرجع بصير لها انقسامات وبتتحول للليت نورموبلاست، هذا الليت نورموبلاست شو بصير هون؟ النيوكلياس اكسترودد يستخرج. شو يعني ما في نيوكلياس؟ معناته ما في دي ان ايه. طيب ما في دي ان ايه بس بترجع بتنقسم بتصير اسمها ريتيكولوسايت. هاي ريتيكولوسايت حكينا ما فيها دي ان ايه بس فيها رايبوزوم الار ان ايه، وهذا الرايبوزوم الار ان ايه جزء من الار ان ايه. طيب ليش ضل شو فائدته؟ هاد مشان يساعد او يصنع الهيموغلوبين. هاي الريتيكولوسايت بتضل يومين بالبون مارو، بعدين جزء منها بيروح على السيركيوليشن على البلد، قبل يعني جزء منها قبل ما يصير له ماتوريشن بيروح على البلد. طيب الجزء الباقي واللي هو الأكبر بيفقد الار ان اي كامل وبتتحول للإريثروسايت، بصير لها ماتور نون نيوكلييتد باي كونكيف شيب ار بي سيز، منيحة وناضجة وما شاء الله عنها، بتروح على السيركيوليشن. طيب هاي الريتيكولوسايت اللي لسه هي ما كانت ناضجة وضلت يومين وقبل ما تنضج راح جزء منها أو جزء صغير أو نسبة صغيرة راحت على السيركيوليشن، نسبتها بالنورمال أدلت من نص لاثنين ونص بالمية من الدم. تمام؟ طيب هلأ خلينا نشوف شو في هون. بحكي لي هون عن أشكال الإريثرويد اللي هو بحكي لي عن النورموبلاست، يعني الخلايا الار بي سيز قبل ما يصير لها نضوج كامل، هون بتكون لارج كبيرة، لارجر with more basophilic cytoplasm، يعني بتكون أقرب للبلو فبتنصبغ بالصبغة البيزوفيل محبة للقاعدة يعني. بعدين بتصير later on بصير more open nuclear chromatin pattern، بصير كمان بيرجع cytoplasm بصير أفتح وبصير ينصبغ باليوزينوفيل نتيجة تكون الهيموغلوبين. نفس الشيء هون عندي البرو نورموبلاست، هون لساتها ايرلي لسه ما نضجت، بتكون لساتها بالبون مارو. هون الريتيكولوسايت اللي بهمنا، الريتيكولوسايت بيكون جزء منه راح على البلد، بس هو الاصل الجزء الاكبر يكون لساته بالبون مارو مشان يصير له ماتوريشن ويتحول للريد بلاد سيلز. فبالبلاد بيكون في جزء من الريتيكولوسايت وجزء من الريد سيلز، ولا مو جزء من الريد سيلز، كامل الريد سيلز بتكون بالبلاد، اما جزء او نسبه صغيره من الريتيكولوسايت بيكونوا موجودين بالسيركيوليشن، باقي ما توقع اللي هم لساتهم برو نورموبلاست قبل النضوج لازم يضلوا بس بالبون مارو ليصير لهم ماتوريشن بعدين يروحوا على الريد سيلز. Single bro normoblast usually gives rise to 16 mature red cells، يعني كل normoblast أو هي كل خلية أولية بتعطيني 16 خلية red cells بتكون mature ناضجة. The normoblast are not present in normal human peripheral blood.
ما بتكون هاي normal blast بالperiferal blood اللي هو نفسه circulation. They appear in the blood if erythropoiesis is occurring outside the marrow. Extramedullary erythropoiesis اللي هو حكينا امتى بتصير extramedullary اللي هو بحالة بالمرحلة الجنينية وبحال صار في marrow disease. هون بيقول لي انه النورموبلاست ريتيكولوسايت الماتشور ار بي سيز اماكن وجودهم بالشكل الطبيعي بجسم الانسان اماكن وجودهم وشو المكونات لهم. مثلا النيوكليير دي ان اي بالنورموبلاست نعم موجود، بالريتيكولوسايت لا، بصير للنيوكليوس اصلا بصير الاكسترودد معناته ما في دي ان اي، بالماتشور اكيد من الطبيعي ما في بالريتيكولوسايت فما في بالار بي سيز. الار ان اي ان سيتوبلازم بيكون بالنورموبلاست اي موجود، بالريتيكولوسايت نعم موجود جزء منه واللي هو اللي حكينا الرايبوزوم الار ان اي مشان يصنع الهيموغلوبين، بالار بي سيز لا مو موجود خلاص صار لها ماتشور. بالمرو بتكون موجودة النورموبلاست والريتيكولوسايت والماتشور طبعا، بعدين بصير لها هجرة طبعا للبلد. بالبلد بيكون نورموبلاست لا، بيكون ريتيكولوسايت موجود، ريتيكولوسايت نسبة صغيرة حكينا من 0.5 لـ 2.5%، والار بي سيز طبعا واكيد موجود بالسيركيوليشن. Erythropoiesis is regulated by erythropoietin hormone. طيب هاي الإريثروبايوسيس اللي حكيناها واللي صار لنا ساعة بنحكي عنها كيف بتتنظم وشو اللي بينظمها؟ أكيد هرمون، وهذا الهرمون اسمه إريثروبايوتين. إريثروبايوتين جين have hypoxia response. هذا الإريثروبايوتين كيف بيتحفز أو كيف بصير له إفراز بشكل كبير؟ عنده جين بيكون له ريسبونس أو رد فعل للهايبوكسيا. شو هي الهايبوكسيا؟ اللي هي نقص الـ O2 بجسم الإنسان، فبالتالي بحفز، فلما بصير في هايبوكسيا معناته أنا بدي RBCs أكتر مشان يقدروا ينقلوا لي الـ O2، هاد ما هو صار في نقص بالخلايا الجسم للـ O2، فأنا بدي RBCs مشان أقدر أوفر الـ O2 لخلايا الجسم، فهذا الإريثروبيوتين بيتحفز لما بصير في هايبوكسيا. 90% من هذا الهرمون بينتج من الكدني، 10% من الليفر. طيب هون بحكي لي انه في سنسورز او حساسات بتتحسس وجود الاكسجين او فقدانه او عدم وجوده بموجودة بالتيشوز اوف ذا كيدني مشان تحفز الكيدني على انتاج الاريثروبيوتين. طيب امتى بيزيد الاريثروبيوتين او انتاجه؟ بيزيد بالانيميا بحالات فقر الدم، ما في ار بي سيز، فنخاع العظم او الجسم او الكدني بتتحسس انه في نقص بالار بي سيز، والبون مارو كمان نفس الشيء في نقص بالار بي سيز، فبيعطوا اشارات للكدني انه نحن بدنا اريثروبيوتين. لما الهيموغلوبين بيكون غير قادر على اعطاء الاوتو لخلايا الجسم بالشكل الطبيعي بحالات الميتابوليك او ستركتشر الهيموغلوبين ديفكتيف، يعني بيكون في خلل بالستركتشر او الميتابوليك تبع الهيموغلوبين اللي هيك هي مو قادرة انها تعطي O2 بالشكل المزبوط. الاتموسفيريك O2 is low حكينا مثل الهايبوكسيا، او بيكون في عندي defective cardiac او pulmonary function O2 delivery of O2 to the kidney، يعني في خلل بوصول O2 للكدني، فهي الكدني بتتحفز لإعطاء الإريثروبيوتين. امتى بيتم إعطاء الإريثروبيوتين ثيرابي اللي هو العلاجي؟ لما المريض بيكون عنده أنيميا ناتجة من الرينال ديزيز، بيكون في مشاكل بالكدني، فالكدني ما بتكون قادرة إنها تعطي الإريثروبيوتين بالشكل الطبيعي، خاصة بمراحل end stage of renal disease. أحيانا بيكون في dialysis وأحيانا لا، فمعناته من مشاكل الرينال ديزيز إنها تسبب أنيميا، فيتم اعطاء المريض إريثروبيوتين. او في حال الانيميا اللي بيكون سببها كرونيك ديزيز مثل الكانسر امراض مزمنة، فما بتكون يعني ما بيكون الجسم قادر انه يعطي إريثروبيوتين للبون مارو نورمالي. كمان بيتم اعطاء الاشخاص اللي بياخدوا إريثروبيوتين بنعطيهم حديد مشان يكون قادر البون مارو ليصنع الهيموغلوبين بالشكل الطبيعي. هاي الرسمة بتوضح للحكي اللي حكيناه بشكل مختصر انه هاي الار بي سيز بتكون حاملة الاوتو، بتوصل الاوتو للكدني، الكدني فيها سنسور للاوتو حساسات لإلها، فحسب وجود الاوتو او فقدانه او نسبته بتعطيني الاريثروبيوتين، الاريثروبيوتين بيروح على البون مارو مشان يحفز تصنيع الار بي سيز او ينظم
تصنيع الار بي سيز. هلا بدنا نحكي عن الهيموغلوبين سينثيسز، كيف بيتكون الهيموغلوبين وشو وظيفته بالار بي سيز. The main function of red cells is to carry of O2 to the tissues and to return of CO2 from tissues to the lung. هاي سهلة. To achieve of this gaseous exchange they contain the specialized protein called hemoglobin. مشان نحنا هاي ال O2 CO2 يصير لها تبادل ما بين الخلايا الجسم والأنسجة باللنجز، لازم يكون في بالRBCs بروتين اسمه الهيموغلوبين اللي هو قادر على حمل ال O2، اللي هو ال O2 بيرتبط بالحديد وبينقله. هلأ نحن نعرف بالتفصيل. Each red cell كل خلية دم حمراء بتحتوي 640 مليون من الجزيء الهيموغلوبين. Each normal adult hemoglobin A the dominant hemoglobin. هلأ الهيموغلوبين له ثلاث أشكال، ثلاث أشكال صح، الهيموغلوبين A وهيموغلوبين F وهيموغلوبين A2. هلأ الهيموغلوبين A هو الدومينانت، هو الدائم بالهيموغلوبين بالأدلت بالنورمال أدلت، وبيبلش تكونه من الشهر الثالث للشهر السادس بالإنسان. consists of four polypeptide chain اللي هم ألفا 2 بيتا 2 each with its own hemogroup. يعني هاي الهيموغلوبين A بيتكون من أربع سلاسل من البوليبيبتايد اسمهم، يعني في عندي 2 ألفا و 2 بيتا. لا صح 2 ألفا و 2 بيتا. Normal adult blood also contains small quantities of the two other hemoglobin. هلأ النورمال أدلت بلاد بيحتوي كمان على الهيموغلوبين النوعين الآخرين من الهيموغلوبين اللي هما هيموغلوبين F هيموغلوبين A2، بس الهيموغلوبين اللي هو الغالب اللي هو حكينا الهيموغلوبين A. These also contain alpha chains. هدول كلهم بيحتووا الF والA2 بيحتووا على الألفا chain، بس كمان بيتبدلوا البيتا بتتبدل بجاما وبدلتا. هلأ هيك عنا الهيموغلوبين A بيتكون من ألفا 2 بيتا 2، نسبته بالدم الهيموغلوبين A من 96 ل 98% هو الغالب حكينا بالنورمال أدلت. الهيموغلوبين F ألفا 2 بس بدل البيتا بصير في عندي جاما نسبتها نص لثمانية بالعشرة. الـ A2 ألفا 2 دلتا 2 نسبتها من 1.5 لـ 3.2. كمان شغلة، الهيموغلوبين F هو الدومينانت أو هو الغالب بالمرحلة الجنينية، بعدين بيتحول للهيموغلوبين A. طيب هون بهاي السلايدر رح نتعرف كيف الهيم بيتكون اللي هو بيرتبط بالجلوبين مشان يكون الهيموغلوبين كامل. هذا الهيم بيتكون أو بيحدث بالميتوكوندريون تبع الار بي سيز عن طريق سلسلة من التفاعلات الكيميائية أو البيوكيميكال، الكيمياء الحيوية بتحدث بالميتوكوندريون تبع الار بي سيز مشان يتكون عند الهيم. طبعا لازم يكون في عندي كوندنسيشن اوف جلايسين والساكسينال كوانزايم A. هدول الجلايسين والساكسينال كوانزايم A لازم يكونوا موجودين بوجود الدلتا، الانزيم اسمه دلتا امينول ايفيولين ايفيولينيك اسيد سينثيز. هذا الانزيم طبعا لازم كمان، مهم وجود الفيتامين بي 6. هاد التفاعل بيحدث بينتج عندي البروتوبورفرين. هذا البروتوبورفرين بيتفاعل مع الـ Fe plus 2 اللي هو في حالة الفرس من الحديد، لازم يكون في حالة الفرس، الحديد لازم يكون بحالة الفرس مو الفرك. الفرك هي بتكون Fe plus 3، أما في حالة الفرس Fe plus 2 اللي هي مهمة لتكون الهيم. خلينا نكمل. هلأ هذا البروتوبورفرين بيتفاعل مع الفرس من الحديد، مع الشكل الفرس من الحديد الـ Fe plus 2 بيتكون عندي الهيم. فكل هيموغلوبين، كل جزيئة هيموغلوبين بيكون فيها أربعة هيم، لازم يكون عندي أربعة هيم، فمعناته هي بتحتوي أربعة بروتوبورفرين وأربعة حديد ليتشكل عندي الأربعة هيم.
هدول اللي لازم يرتبطوا مع جلوبيولين اللي هو الفور تشينز، الالفا 2 والبيتا 2 او 2 تشين، عفوا لا الفور تشين، عندي الفا 2 وبيتا 2. فحكينا هذا الانزيم هو اللي بيساعد على عملية على هذا التفاعل، بوجوده ما في تفاعل. والبي 6 كمان كتير مهم، هو البي 6 هو كو انزيم، هذا التفاعل بيتحفز عن طريق الإريتروبيوتين ليتكون عندي الهيم. each molecule of which combines with the globin chain made on the polyribosomes، نفس الشيء. tetramer of four globin chains each with its own heme group in a pocket ليتكون عندي الهيموغلوبين مولكيول. طيب هاي الرسمة كتير مهمة، هاي الرسمة بتحكي كيف التفاعل هذا اللي حكينا بالسلايدة اللي قبل، بس هون موضحة برسمة وأحلى وأسهل. في شيء عندي بالجسم اسمه ترانسفيرين، هذا الترانسفيرين بروتين لينقل الحديد لنخاع العظم. طبعا هذا قادر على حمل 2Fe+2، تمام؟ يعني بيحمل الحديد ذرتين من الحديد بحالة الفرس. على الار بي سيز، هاي الار بي سيز هون، هاد البلازما ممبرين تبع الار بي سيز او على سطحها بيكون في ريسبترز، هاد الريسبترز اللي هو للترانسفيرين بيكون موجود على سطح البريكيرسر ار بي سيز، لسه ما صار لها ماتوريشن، نحن بدي فوت الحديد مشان يتكون الهيموغلوبين بعدين يصير لها ماتوريشن. فهاي هي البريكيرسر ار بي سيز موجود على سطحها، حكينا هذا الريسبتر هون الترانسفيرين بيكون حامل ال 2Fe+2، بيدخل الحديد لجوا البريكيرسر ار بي سيز، بيروح على الميتوكوندريون اللي موجوده بالار بي سيز هون وصل الحديد. طبعا خلال عملية وصول الحديد بيكون عندي تكون البروتوبورفرين، هاد هو من وين اجا؟ هاي الجلايسين مع البي 6 والساكسينال كو انزيم A مع هاد الانزيم اللي هو بيعمل يعني كي كاتبنا الدكتور انه هو كي ريت ليميتنج، اللي هو بيحدد او هيك خلص بيعمل كي ريت ليميتنج اللي هو بيحدد نسبة البروتوبورفرين اللي راح تطلع. فهاد بيطلع عندي طبعا قبل البروتوبورفرين بيكون قبله يعني مكونات بصير لها بتغييرات معينة ما بتهمنا، المهم بيطلع عندي البروتوبورفرين، هاد البروتوبورفرين بيرتبط بالاف اي بيكون عندي الهيم. لازم طبعا يطلع عندي 4 هيم مشان يرتبط بالجلوبين، هاد الجلوبين الفا 2 بيتا 2. طيب من وين اجى هذا الجلوبين؟ هاد اجى من الرايبوزوم، هاي في كمان بيوصل للبريكيرسر ار بي سيز بامينو اسيدز، هاد الامينو اسيدز جاي الامينو اسيدز بيروح على الرايبوزومز، هذا الرايبوزوم بيكون لي البروتين اللازم للهيموغلوبين اللي هو هيموغلوبين اللي هو بروتين الجلوبيولين، بيتكون عندي سلسلتين من الالفا والبيتا بيرتبطوا مع الهيم بيطلع عندي الهيموغلوبين. هاي رسمة كتير مهمة متوقع انها تيجي بالامتحان. هاي بيحكي لي انه هون الاف اي هاي الجلوبين وهون الهيم، هذا الهيم كله بيرتبط الاف اي اللي موجود بالهيم مع الجلوبين، والسي او 2 والاو 2 بيرتبطوا بالاف اي مشان ينحمله خلال الجسم. في عندي مصطلحين الاوكسي هيموغلوبين والديوكسي هيموغلوبين اللي هو الاكسدة والهيموغلوبين المؤكسد والهيموغلوبين الغير مؤكسد. الاوكسي هيموغلوبين بيكون الار بي سيز في حالة ريلاكسيشن، بتكون الجلوبين بتنزلق على بعضها اللي هي البيتا، طبعا البيتا هي اللي متحركة من الهيموغلوبين، هي التشين المتحركة. ففي حال حمل الاو 2 على ذرة الحديد بتنزلق هاي البيتا فبتقرب التشينز من بعض وبصير في ريلاكسيشن بالار بي سيز. هون الديوكسي هيموغلوبين ما بيكون في O2 محمول، بيكون في فبتكون التشينز بعيدة عن بعضها فبتكون في حالة التايت.
هلا هون رح نعرف الهيموغلوبين فانكشن. الريد سيلز اللي بيكونوا موجودين بالارتيريال بلود بيحمل الاو 2 من اللانجز للتشو، كمان بيرجع الفينوس بلود بيحمل السي او 2 من التشو لللانجز مشان يطلعوا خلال عملية respiration. As the hemoglobin molecule loads and unloads O2 بين في حال حمله وعدم حمله لل O2 move to each other، يعني حكينا انه البيتا chain هي اللي بتنزلق، the alpha 1 beta 2 بقى beta 1 alpha 2 beta 2 contacts stabilize the molecule، هم اللي بيعملوا stabilization للهيموغلوبين. the beta chain slide هي اللي بتنزلق على باقي chains خلال عملية الoxygenation أو الديوكسيجينيشن، هي اللي بتبعد بالعملية الديوكسيجينيشن بصير لها بلت أبارت، لما ما بيكون في O2 بصير لها بلت أبارت هاي البيتا تشين، فبتسمح بدخول مركب اسمه أو شيء اسمه 2-3 ديفوسفوغلايسريت. هاد من وين إجا 2-3-DPG؟ هاد ناتج من عملية الجلايكولايسز اللي بتصير داخل الريد بلد سيلز. هلأ من المعروف إنه الريد بلد سيلز هي بتحتاج لجلوكوز مشان تعمل عملية الجلايكولايسز لتنتج لي الـ ATP الطاقة اللي هي اللازمة للريد بلد سيلز، فكمان من نواتج الجلايكولايسز بداخل الريد بلد سيلز اللي هو 2-3-DPG. طيب شو فائدته هاد؟ ليش طيب يعني يرتبط والله ويفوت على الهيموغلوبين؟ هاد الـ 2-3-DPG بيقلل من الأفينيتي تبعت الهيموغلوبين بالـ O2، يعني بيقلل من قدرة ارتباط الـ O2 مع الهيموغلوبين، فبصير الهيموغلوبين قادر إنه يعطينا الـ O2 بسهولة، وهذا الشيء اللي نحن بنطمح له، بس كمان لحد معين. هلأ الـ O2 dissociation curve، هذا الكيرف بتاخده بأكتر من مادة ودائما رح يمر علينا بكل المواد، فهذا كتير كتير مهم إنه نفهمه منيح ونعرف عارف شو بده، شو الهدف من انه شو الهدف منه وشو لازم نعرف فيه.